نبتي على اخر الدقائق زين الله يلعن الشيطان ما سويت يا احمد جبت لي كلمه دقيقه اي باخذ معك لكل اسمعني لكل بدايه نهايه حنا انتهت بدايتنا بابا ابعد عني يا مغص كبل ابعد يا شكرا شكرا على المونتاج اللي بغى يذبحنا كل ابونا ابو عبد الله وش تقول عن الوداع ابو عبد الله ثم انقضت تلك السنون واهلها وكانها وكاننا احلام ما في لك العافيه ابو عمر ايش تقول سم انتهت الحكايه انتهت الحكايه ابو عمر ايش تقول ابو عمر الوداع والله منا اخر صباحيه طبعا والله اني يخوني التعبير انتهت سكريبت وانتهت فرحتنا بداية نجاح ان شاء الله خروجنا ونجحنا والحمد لله على كل حال الله يعطيك العافية ابو عوض وين ابو عوض يو ضيعت يا رجال انا ما عادش ابجيك رجال عندي ايش تقول عن الوداع يا ابو من اخر صباحي رسالة للوقت اللي مضى للوقت اللي فات الثلاث شهور اللي فاتت يقول يعني بترجع علي لو دريتني ما تمنى غير شوفتك يوميا ابتدت فترة غياب الوعي عني وانتهت ابتدت فترة غياب الوعي عني وانتهت فترة رجوعك نهائيا الله يعطيك العافية نايف ريان ايش تقول عن آخر صباحية وداع من هذا اليوم الوداع مثل القناع الوداع مثل القناع يخفي في آخر الأيام الملامح والضحكات واليوم في آخر وداعية وفي آخر يوم صباحي احنا اليوم بدت ملامحنا تظهر الحزن وبدأ يظهر الوجه الحزيني ويكشف القناع حان الوداع الله يعطيك العافية الله يسعدك أبجيك دقيقة يا أبو حان أبجيك أبو هادي أبجيك وقف دموع دقيقة سياف كلمة وداعية ايش تقول سياف أسأل الله العلي العظيم الله يجعلنا الذكر الطيب والأثر الطيب داخل البرنامج وخارج البرنامج أقول أنا يا بابا لا شاع قلبي المقاف استارت حزوني ما تسكر بنايقها فلم فارق الشاشة بيس عاصد رسياف حزني فارق ذا الرجال ومودعها ليا طالت الطرقة وجاف الدروب وخلاف تبين معادين الرجال وحقائق مشير مساعدك أبو هادي الوداع أبو هادي يعني خلاص مش حترجع أشوفك تاني يعني خلاص انتهت قصة حمادة انتهت قصة الشباب كلهم لكن وداعا لكن ليس إلى اللقاء لكن ليس وداعا بنجتمع إن شاء الله الله يعطيك العافية أحمد بجيك. قبل أمشي أقول أنا أقول وداعا بل نقول إلى اللقاء إلى اللقاء إن شاء الله بجيك يا قلب شليب ما تكلمت يلا عمليس كنت تكلم أول شيء انتهينا بحمد الله بخير وشر لكن لكل بداية نهاية حنا انتهت بدايتنا قدامنا الله يعطيك العافية من باقي أخوي مشعل وداع لها هذا آخر صباح اليوم وش تقول مثل يعني هالشيء هذا دائم احنا يمكن نسمع كل زبت لكن هذا رفيقي صاحب الوجه السموح يلا عسى بوداعته درب الفلاح ضحكاتنا عاشت على بسط ومزوح واليوم يبتي من توادعنا مراح وهذه سيدي وهذه سيدي كل الحكاية الله يعطيك العافية أبو حمد عيونك تقول شيء ثاني وش تقول من آخر صباحية والله ما أدري وش يقول وش أخلي يا أبو رحيم الوقت أهمنا يا أبو حمد استعجلتك أبشر بس سعد يا أبو رحيم والله العظيم أننا عشنا أيام مستحيل ننساه كلنا وعسانا إن شاء الله صرنا قد الهقوة وإن شاء الله أننا ما قصرنا مع أي واحد من الجمهور من الإدارة وبيض الله وجيههم على كل حال والله ان الكلام يعجز هذا والله اللي عندي ابو رحيم الله يعطيك العافيه حبيبي هلا ابو ضير وش تقول عن الوداع اخر يوم يا ابو ضير بحكم انك اللي تكلمني الحين انا اول ما قابلتك تذكر قلت الله من الكبر وزمه النفس وشين الطبع لكن احمد من غير قصور في اخواني احمد رجال ما تعنيه الكلمه هذا لا لا لاني بعلمك احنا نتذكر بداياته ونشوف الختام كيف جات
المكان ذا اللي كنا متضايقين، ترى كنا نتضايق من المكان ذا بحكم البعد عن الأهل، البعد عن الأحباب، البعد الغريب في الأمر نحن من داخلنا نحترق على المكان اللي كان يؤلمنا. الله يوفقنا وياكم. الله يعطيكم العافية، وبما أن خلاص انتهت الحكاية نشوفكم على خير. انتهت الحكاية هنا، لكن اسمع العيون ما في شيء يسع. أبتكلم يمكن نبكي من الداخل، لا يمكن نبكي من الداخل، لكن نقول انتهت الحكاية هنا، لكن ما تنتهي برا بإذن الله. بنقدم اللي علينا، وشكرا شكرا شكرا لكل شخص دعم إخواني واحد واحد. اقسم بالله خلاص ابغى اخر ذكرني بمحبوبي من المزل المطر للجو للناس ما تقول ربي رسالها.